بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن قبيلة ثمود. طبعا تكلمت في كثير من الدروس عنها وبينت أمور عظيمة. لقد طغت قبيلة ثمود وغيرهم من الأمم السابقة، فهلكهم الله ولم يبقى إلا آثارهم. ومن الآثار المكتشفة حديثا بيوت فخمة داخل الجبال صنعت بطريقة النحت، وذلك قبل آلاف السنين. هذه الحقيقة التاريخية أشار إليها القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. سورة الشعراء 149. والسؤال: من الذي أخبر النبي الكريم بوجود هذه القصور المنحوتة والتي لم تكتشف إلا حديثا في القرن الحديث؟ ألا تشهد هذه المعجزة على صدق القرآن الكريم وأنه كتاب الحقائق؟ والله أعلم.